نعمل مع مؤسسات نحاول القاعد اللي كان اسمها القاعد كمصنع رسم الاهليه كانت تتكلم كفر متى وضعيه في مجلس واحد اثنين ثلاثه لكن الجمعيه بتشتغل افيديش يعني ليش تقصير ازاي؟ يعني الشهداء يا غلدان صرنا ارقام الاعلام منصور الشهداء المشاكل المنتدى يضم نخبة من أهالي مدينة الزوارة وجميع القطاعات، وكانت هذه الجلسة الافتتاحية لاحظنا فيها حوار جاد من قبل الحضور، حيث تم مناقشة العديد من المواضيع، واتفق الحضور على تأسيس هذا المنتدى الشعبي ليستمر في أداء عمله طيلة السنوات القادمة بإذن الله. أول نقطة تهانيت أن نشني لما نجتمع كودي بعضنا غير نغميد سياسيين غير نغميد يعني محنكين في قطاع معين، فللأسف الشديد نقطة تهانيت يجبك منبرد في عين الاعتبار ولو أني من يمن بس ماني أنا بس دنكر ما تهانيش مادة غير المصلحة بدك تنزل تريد تخيل الرزقين، إذا كان غير المصلحة مفترضيش مجتمع كل الزمن. كل قطاع في مثال فلوس المشكل في القطاع التالي، نجم اليوم يعني في الفلوس طريق التوريد. شبابك بقوة، سنلجنة موارد مؤقتة لجنة التأسيس، ستقترب من اللجنة الباقي، أباشا تدعو للجماعات حتى تحرك مجموعة من النشيطين من أجل إنشاء منتدى للحوار وأن يتواصل هذا الحوار لاستدعاء المسؤولين خلال كل أسبوع تستدعي فئة من المسؤولين سواء من مجلس بلدي أو من مجلس شورى أو من مؤسسات الأخرى الدولة، والتعرف على سبب هذا القصور وسبب هذه المشاكل التي تصادف المدينة، ومحاولة جمع الشمل ومساعدة هذه المؤسسات إن استطعنا إلى ذلك سبيلا لاجتياز وهذه الشعب. المجتمع المدني يخدمش لكن دي تشتيت بالجهود المجالس البلديه اللي انت بناء الشبكات باش انتوا هاني تنقول مش ليه. إذا كان الشيء خسارة قطاع مجلس الحكماء والشورى صح المؤسسات الأهلية ديالي مدينة اختارت ميدن اللي سننتن